السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، معاكم مستر أحمد حمدي أستاذ التاريخ، بتشرف بوجودي معاكم على منصة هنذاكر أونلاين. عملنا مع بعض مراجعة فوق العظمة في أكتوبر، إحنا جايين نكمل لك عظمة ونعمل لك مراجعة نوفمبر، مجمعين لك أكبر عدد أسئلة وأكبر كم أسئلة على الجزء بتاع منهج نوفمبر. حضرتك عندك في نوفمبر 3 دروس، إحنا مجمعين لك الثلاث دروس في فيديو واحد. طيب مستر لو عايز يشوف اسئله اكتر وعايز يشوف الشرح تقدر تتابع معانا على منصه هنذاكر اونلاين وتشوف كل الشرح بتاع المنهج وكل الاسئله اللي موجوده عندنا. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض نشوف المنهج بتاعنا ومحتوى نوفمبر بيتكلم عن ايه. السؤال الاول بيقول لي اي مما يلي يظهر غياب مبدا الفصل بين السلطات في مصر الفرعونيه. قلت له يعني ايه الفصل بين السلطات؟ انا مش فاهم، فسر لي الاول الجمله. قال الفصل بين السلطات يعني شخص واحد معاه اكتر من حاجه. قلت له مش فاهم. انا دلوقتي عندي في اولى ثانوي مبدا فصل بين السلطات ازاي؟ انا بديك تاريخ فقط لا غير، وعندك مدرس بيديك جغرافيا، عندك مدرس بيديك عربي، هنا في فصل ولا مفيش؟ اه في فصل، لان انا هنا بتحكم في حاجه واحده فقط لا غير. طب هنا قال لي هنا في حاجه بتقول ان السلطات كلها في ايد شخص واحد. قلت له اه الشخص ده بيكون مين؟ بيكون الفرعون. اصل الفرعون بيمتلك سلطتين، سلطة دينية وسلطة دنيوية، فبيقود الجيش ويعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويعين الوزراء ويصدر المراسيم والقوانين، اللي هو مش عايز شكوبون، انت معاك كل حاجة، انت عايز ايه تاني؟ يبقى هنا في مصر الفرعونية في حاجة بتظهر مبدأ الفصل بين السلطات. قال لي اه الاختصاصات التي يمتلكها الفرعون. قلت له اه مساعدة الوزير ده كده لا، تمتع حكام الاقاليم بنفوذ واسع برضه لا، اشراف الملك على المشروعات. يبقى هنا الاختصاصات التي يمتلكها الفرعون، فهو يمتلك اعمال داخليه واعمال خارجيه، هو في نظر الناس ملك واله، بيمتلك سلطتين دينيه ودنيويه، يعلن الحرب، يقود الجيش، كل الكلام ده في ايد الملك. يبقى انا هنا بتظهر مبدا غياب الفصل بين السلطات. من اقوال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، اللي تاخد مني بالقوه هرجعه بالقوه. اي من ملوك مصر الفرعونيه الاتيين كان له السبق في تطبيق هذه المقوله؟ هو ابن محات الثالث حارب اصلا؟ قلت له لا. احمس حارب؟ قلت له اه. اخناتون ده راجل كان بتاع دين. نعرمر مين؟ الراجل وحد البلاد، ما حاربش ولا عمل اي حاجه. يبقى الملك الوحيد اللي بينطبق عليه ان هو حارب هو احمس. احمس خد مصر من مين؟ قال لي كان في ناس اسمهم الهكسوس، احتلوا مصر في عصر اسمه عصر الانتقال الثاني. جه الملك احمس وده امير من امراء طيبه، جه وقدر ان هو يطرد الهكسوس في عصر الدوله الحديثه. ما اخذ مني بالقوه في عصر الانتقال الثاني، انا هرده بالقوه في عصر الدوله الحديثه واطرد الهكسوس. يبقى هنا الملك اللي حارب هو الملك احمس، وقدر ان هو يرد البلاد من خطر اسمه خطر الهكسوس. الصور التاليه لمنتجات صناعيه انتجها الصانع المصري في مصر الفرعونيه، اي منها اعتمد قيامها بشكل اساسي على التواصل الاقتصادي مع الخارج؟ الاجابه كلها في كلمه الخارج. كان عندك في الحاله الاقتصاديه زراعه وصناعه وتجاره، هنا بتكلم على الصناعه. ده ايه؟ ده كرسي يا مستر، الكرسي ده بيصنع من الخشب. دي ايه؟ دي اواني فخاريه. دي ايه؟ ده معادن. طب وده ايه؟ ده ورق بردي او لفائف البردي. انا كان عندي ورق بردي، انا طبعا عندي ورق بردي، ده انا اصلا انا الوحيد اللي في العالم كنت بصنع ورق بردي، مش معانا. عندي معادن، عندي اه كان عندي ذهب وفضه، عندي فخار الطين الغرين، ده انا اصلا حضاره زراعيه، عندي خشب، انا عمري ما كان عندي خشب، انا اخشابي كلها كنت بجيبها من الخارج. منين؟ من بلاد فينيقيا، من بلاد بونط. يبقى انا اخشابي كلها كنت بجيبها من الخارج، يبقى الحاجه الوحيده اللي تنفع عندي هي الاخشاب. يبقى هنا كل المواد الخام دي انا عندي فخار وعندي معادن وعندي ورق بردي، انا عمري ما كان عندي خشب، فكنت بعتمد ان انا اتواصل مع بلاد الخارج زي بلاد بونط وفينيقيا عشان اقدر ان انا اوفر الاخشاب عشان اصنع منها الابواب واصنع منها التوابيت والكراسي، كل الكلام ده كان بيصنع بالاخشاب. اهتم صاحب الصورة المقابلة بشكل واضح بالجانب التنموي. مين صاحب الصورة اللي اهتم بالتنمية؟ ده الملك ابن محات الايه؟ الأول. عمل ايه؟ أسيتاوي، أسيتاوي زي ما أنت بتنطقها انطقها. طب أسيتاوي دي كانت مدينة ايه؟ قال لي كانت مدينة
زراعيه، كانت مدينه امستر زراعيه، يبقى الراجل اهتم بالنشاط الزراعي، فكان ابن محات الاول اللي كان موجود في عصر الدوله الوسطى بيهتم بالنشاط الزراعي. احتلت الابقار مكانه مهمه بين حيوانات الفلاح المصري، البقره دي حاجه مميزه عند الفلاح المصري القديم، كان بيهتم بالابقار. اشمعنى؟ قال لي والله كان بيستفيد منها من اللحوم، بيستفيد منها في الجلود، بيستفيد منها في اعمال الحقل، بيستفيد منها في اعمال النقل، في البان بتيجي منها، كل ده كده استفادة. تعدد وتنوع فوائدها قلت له طبعا، خبرة المصري في تربيتها لا، اقتصار وجودها على مصر لا، تشجيع الدولة لتربيتها برضه لا، يبقى هنا تعدد وتنوع فوائدها. الفوائد عندي متنوعة، البان وجلود ولحوم بستخدمها في وهي عايشة في اعمال الحقل والنقل، كل دي تعدد للابقار، يبقى الابقار احتلت المرتبة الاولى عند الفرعون او عند المصري القديم او عند المصريين القدماء. ليه؟ قال لي بسبب تنوع وتعدد فوائدها. توقف نظام وراسة منصب حاكم الاقليم، لا واحدة واحدة معايا كده. حاكم الاقليم ماله مستر؟ حاكم الاقليم كان منصب وراسي، قلت له تمام، لحد عصر الدولة الوسطى. اشمعنى؟ ماليش دعوة بالاجابات. قال لي اصل في ملك اسمه الملك سونوسرت الثالث، ماله ده؟ اخضع حكام الاقاليم، يعني اداهم بالجزمة وخلاهم يرجعوا يسمعوا الكلام تاني، فهو يتشابه برضو مع الملك منتحطب الثاني. يبقى دلوقتي الملك سنوسرت الثالث اخضع حكام الاقاليم، والملك منتحطب اخضع حكام الاقاليم، الكلام ده كان موجود في عصر الدولة الوسطى، اصل الملك سنوسرت الثالث من ملوك الدولة الوسطى. يبقى هنا منصب وراثي الاقليم، ده كان منصب وراثي، قلنا منصب حاكم الاقليم كان منصب وراثي، يعني لو انا حاكم اقليم واتكلت على الله فهيجي بعد ابني على طول على طول. فجه سنوسرت الثالث قال لي لا، مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، حضرتك لما تموت وتتكل على الله احنا هنختار حد جديد، ما تقوليش ابني مكاني. فهنا لغيت منصب توريث الاقليم على يد الملك سنوسرت الثالث في عصر الدوله الوسطى. يدل استعانة الملك نخاو بالبحارة الفينيقيين في رحلته للدوران حول افريقيا على خبرتهم بيه. الملك نخاو قال لي ان هو هيستعين بالبحارة الفينيقيين عشان يعمل رحلة للدوران حول افريقيا وتستمر 3 سنوات وتعود محملة بالخيرات والبضائع. ليه استعنت باهل فينيقيا؟ هم المصريين اثروا معاك في حاجة؟ قال لي لا، بس اهل فينيقيا كان عندهم علم بامور البحر، ولما نيجي في الترم الثاني ان شاء الله لو عيشنا وكان لينا عمر هنيجي في الترم الثاني وهيقول لحضرتك ان اهل فينيقيا كانوا شاطرين جدا في امور البحر واطلق عليهم لقب فينيكس. يبقى هنا المصريين شاطرين في البحر بس مش زي الفينيقيين، هنا كانوا شاطرين في اللغات الافريقيه لا، في النشاط الاقتصادي قلت له اه مجال عسكري حضارات افريقيه لا، اهل فينيقيا كانوا شاطرين في النشاط الاقتصادي، عشان كده الملك نخاو قال لك ادي العيش لخبازه، مين بيعرف يشتغل في امور البحر يا باشا؟ الفينيقيين. يبقى تعالوا هتعملوا رحله للدوران حول افريقيا وتستمر 3 سنوات، وبعد ال3 سنوات ها هترجع ايد ورا وايد قدام. قال لي لا، تعود محمله بالبضائع والخيرات عشان تبدا ان هي تفيدني. امامك نص من كلمات الوزير رخميرة، نستدل من هذه الكلمات على تاثر الوزير رخميرة بعمله او بمهام عمله كرئيس ليه. تعال نبص على النص وبعد كده نحدد. لو كنت شاكيا من الجنوب او من الشمال ياتي اليك حاملا وثائق دعوه، عليك بالنظر في شكواه والحكم بالعدل والعمل على ازاله اسباب الشكوى. هتحكم بيه يا باشا؟ بالعدل، يعني حضرتك قاضي. هنا رخميرة وزير وكان رئيس للمحكمه العليا وكبير القضاء، جميل جدا. هنا كان رئيس للمحكمة العليا، قلت له اه ادارة السجلات والمحفوظات ملهاش علاقة بالقضاء، الادارة المركزية برضه لا، مجلس العشرة الكبار لا. يبقى هنا رخميرة كان رئيسا للمحكمة العليا ويعد كبير القضاء عشان يحكم بالناس بالعدل، عشان يحكم مع الناس بالعدل وعشان يزيل اسباب الشكوى. لو حضرتك كنت بتشتكي من حاجة الراجل هيزيل اسباب الشكوى ويقول لك خلاص يا باشا انا هحل لك موضوعك. يبقى رخميرة هنا رئيس للمحكمه فهو يعد كبير للقضاه. عرفت مصر الفرعونيه السلاح الموجود في الصوره المقابله. هما الاكسوس جم امتى؟ قال لي جم في عصر الانتقال الثاني. حلو، هختار. لا يا باشا ما تختارش. ليه؟ اصل الملك احمس هيحاربهم في بدايه عصر الدوله
الحديثة ويعرف منهم السلاح الموجود اللي هو اسمه العجلات الحربية. يبقى الملك أحمس خد من الهكسوس سلاح العجلات الحربية وتأثر بهم وعجبه في عصر الدولة الحديثة، فيعتبر الملك أحمس هو مؤسس الدولة الحديثة اللي بتبتدي من الأسرة 18 للأسرة 20. كان العامل المشترك بين الملوك نارمر ومنتوحتب الثاني وامنمحات الأول، إيه المشترك بينهم؟ اهتموا بالجوانب العسكرية. هل أنا جبت لك سيرة منتوحتب الثاني في الجوانب العسكرية؟ لا. امنمحات الأول اهتم بالجوانب العسكرية؟ لا. نارمر مينا ممكن نقول كون جيش قوي عشان يوحد البلاد، ماشي، يبقى ما تنفعش أول واحدة عسكريا، ما عنديش. اتخاذ مقر جديد للحكومة، نارمر كان عنده منف، منتوحتب خد طيبة، امنمحات أسيتاوي أو أسيتاوي، الاثنين صح. يبقى هنا الاثنين خدوا مقر للحكومة جديد، قال لي اصدار قوانين وتشريعات. هل انا بالله عليك جبت لك ان سيره نعرمر ومنتوحتب وامنمحات عملوا تشريعات؟ الوحيد اللي عمل تشريعات هو الملك حور محب. الاهتمام بالعماره والبناء، ما عنديش، ما جبت سيره الكلام ده في منتوحتب الثاني، ما جبت سيره الكلام ده في امنمحات الاول. نعرمر مين؟ طب يا مستر ما هو ممكن يقول لي بناء عاصمه جديده. بناء عاصمه جديده يا باشا ما هو المقر بتاع الحكومه المركزيه. يبقى هنا اتخذ مقر جديد للحكومه يقصد بيها اللي هي العاصمه. يبقى نعرمر ومنتوحتب وابن محات الثلاثه اتخذوا مقر جديد للحكومه المركزيه. عرف العمال في مصر الفرعونيه مع الزمن خصائص واسرار المواد الخام الذين يستخدمونها. كلمه خصائص واسرار المواد الخام يعني بيعمل من فسيخ شربات، مش فاهم يا مستر ايه المثال ده، يعني من ماده خام واحده يقدر يصنع منها اكتر من حاجه. قلت له طيب تقدمت الصناعات الفضيه، ما الفضه بصنع منها فضه، هي مع خاتم سلسله فضه. صناعة الزيوت برضو لا، الانواع الخشبية ملابس ما تنفعش برضو، تعدد نبات البرد قلت له ثواني بقى كده، قوارب، سيور، سلال، نبات البرد، ورق البرد نفسه، حبال، حصير، كل ده من نبات البرد. قال لي يبقى هنا نبات البرد بيصنع منه اكتر من حاجة، فبالتالي تعدد استخدام نبات البرد بيقول ان المصريين كانوا عارفين خصائص واسرار المواد الخام اللي بدأوا ان هم يعملوا بيها ايه؟ قال اللي بدأوا ان هم يعملوا بيها كل حاجة، عندهم سيور وعندهم حبال وحصير وفرش وسلال ونبات بردي وقوارب، كل ده من نبات واحد اسمه نبات البردي. اشترك الملك سنوسرت الثالث والملك نخاو. الربط ده فيه مشكلة قوي، حضرتك بتواجهك مشكلة في الربط، طب ما تيجي نبص على الاختيارات ونستبعد. تحقيق انجازات لخدمة التجارة الخارجية، هو سنوسرت عمل ايه؟ قال لي شق صخور الجندل الأول فسهل التجارة مع بلاد النوبة، عظمة. الملك نخاو عمل رحلة تجارية للدوران حول افريقيا، يبقى الراجل اهتم بالتجارة، وهنا اهتم بالتجارة ما هو شق الصخور فالمركب بقت تمشي تنفع. مد النفوذ المصري لبلاد سوريا، هل انا جبت لك سيرة ان الملك نخاو مد النفوذ المصري؟ لا. اصدار قوانين لمواجهة الاضطرابات، اللي عمل كده اصلا كان الملك احمس، عمل قوانين، واللي عمل كده كمان هو الملك حور محب، يبقى ما ينفعش. رسائل حملات لتأمين حدود مصر الجنوبية، برضه لا، الملك نخاو ما عملش كده. يبقى هنا الإجابة الوحيدة المشتركة بينهم تحقيق إنجازات تجارية. هنا شق صخور الجندل الأول فالمراكب بدأت تمشي في نهر النيل من الجنوب وتنزل إلى منطقة النوبة. نعرمر مين هيعمل رحلة وتدور حول إفريقيا؟ نخاو هيعمل رحلة وتدور حول إفريقيا وتبدأ إن هي تعود بعد 3 سنوات محاملة بالبضائع، بيع وشراء، تجارة. يبقى الاتنين اهتموا بالتجارة الخارجية. كانت مهام مجلس العشرة الكبار هي الإشراف الكامل على مرافق الدولة، مما يعني أنهم ومجلس العشرة الكبار دول العشرة أعضاء كان مين اللي بيعينهم؟ الملك. ومين بيشرف عليهم؟ الوزير. يعني هم إيه؟ قال لي يعني هم جزء من السلطة التنفيذية، قلت له ما هو الملك والوزير سلطة تنفيذية. في قوانين في الموضوع؟ قال لي لا، بيبقى في سلطة تشريعية. يقاسمون الوزير السلطة، بيقسموا يعني مع الوزير؟ لا خالص. يصدرون قرارات للوزير، ده الوزير اللي بيديهم قرارات. يبقى هنا الإجابة الوحيدة اللي تنفع إنهم جزء من السلطة التنفيذية اللي هي في إيد مين؟ الملك والوزير. الملك بيعينهم والوزير بيشرف عليهم، فهم جزء من السلطة التنفيذية. قسم المؤرخ ميلتون تاريخ مصر إلى 30 أسرة فرعونية، 30 أسرة فرعونية بداية من العصر العتيق ثم عصر الدولة القديمة ثم عصر الانتقال الأول ثم عصر الدولة الوسطى ثم الانتقال الثاني ثم الدولة الحديثة ثم العصر المتأخر. 1 2 3 4 5 6 7
سبع قصور تبدأ من 3200 حتى 331 قبل الميلاد. تدل العبارة على إحدى خصائص الحضارة المصرية وهي الأصالة. هل المصريين صنعوا ده بإيديهم؟ ملوش علاقة، أنا بتكلم على حضارة بدأت وانتهت ومكملة معايا. الاستمرارية، قلت له اه حضارة تتميز بالاستمرارية، فهي استمرت على مدار السنين منذ أكثر من 7000 سنة. يبقى هنا الحضارة استمرت منذ أقدم من 7000 سنة، فهي بتدل على الاستمرارية. هل في تقدم في الموضوع في العبارة اللي أنا بقولها دي؟ في تقدم؟ لا. هل في تدين أو دين أو معابد؟ قلت له لا. يبقى الحضارة هنا تتميز بالاستمرارية، بدأت من 3200 حتى 331 قبل الميلاد. يدل البناء الموضح بالصورة المقابلة على الصوامع. قلنا الصوامع دي نشأت في عصر الدولة، أو كنا اتكلمنا عنها عن الزراعة في عصر الدولة الوسطى، وقلنا إن هي أول فكرة كانت موجودة عندها، أو أول صاحب الفكرة هو سيدنا يوسف، لما قلنا إن الإدارة الحكيمة أو الإدارة الرشيدة لإدارة الأزمات. هنا بيدل الصوامع دي اللي بنخزن فيها إيه؟ اللي بنخزن فيها المحاصيل الزراعية. الصوامع دي هتفيدني في إيه؟ واحد، اعتدال المناخ. إيه علاقة الصوامع بالمناخ؟ تنوع المحاصيل مش تفرقني في حاجة. اهتمام الدولة بالعمران؟ لا. وفرة إنتاج مصر من غلال؟ ما أنا بخزن فيها المحاصيل الزراعية الزيادة عشان تفيدني. وقلت لك القصة بتاعت سيدنا يوسف لما قال الراجل اللي كان عايز، الراجل اللي حلم حلمه وقال له إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. طيب الأخرى يابسات دول السبع سنين العجاف إحنا هنخزن فين؟ طب هنخزن في الصوامع اللي موجودة عندي. ليه؟ عشان عندي وفرة في إنتاج مصر في السبع سنين اللي فيهم خير، يبقى هنا وفرة إنتاج مصر من الغلال. كان بناء الملك نهرمر مينا لمدينة منف الأهداف. نهرمر مينا كان بيربط منف أو بنى منف عشان يوحد بيها الشمال والجنوب في دولة واحدة. هنا كان الهدف اقتصادي، قلت له لا، ده الراجل كان عايز يوحد البلاد، كان هدفه توحيد البلاد. الأسباب هنا اقتصادية، قلت له لا، اجتماعية خالص، دينية سياسية. قلت له الراجل كان عايز يوحد البلاد، يبقى الهدف من بناء مدينة منف هي أهداف سياسية. كان مصر القديم يميل السلم ولا يخوض الحروب الا دفاعا عن بلاده. طبق هذه المقوله الملك حرمحب، رمسيس الثاني، حتشبسوت، ابن حطب الرابع. المصري القديم كان بيخوض الحروب، لا يخوض الحروب الا دفاعا عن نفسه. هل حرمحب حارب؟ قلت له لا. رمسيس حارب؟ قلت له اه. حتشبسوت الست كانت بتاعه تجاره. ابن حطب الرابع الراجل كان بتاع دين، وهنا كانت بتاعه تجاره، وهنا كان الراجل مختص بالقوانين والتشريعات. يبقى رمسيس الثاني كان له حروب، قال لي اه، ولا يخوض الحروب الا دفاعا عن نفسه، قال لي اه. يبقى الملك اللي حارب الوحيد هو الملك رمسيس الثاني. سعى ملوك العصر العتيق، العصر العتيق اللي هو مين؟ اول ملك عند الملك نهرمر مينا، الى الوحده من خلال المصاهره. المصاهره اللي هي مصر اللي هي الزواج. طيب الراجل كان بيجوز واحد من الشمال لواحده من الجنوب او العكس، ليه؟ عشان يوحد البلاد. يعني ما كانش بيوفر رصين في الحلال؟ لا، ما كانش بيوفر رصين في الحلال. الراجل كان بيربط الشمال بالجنوب عن طريق المصاهره وازدواج الالقاب. حلو، فجوز حد من الشمال لحد من الجنوب، فهنا كان الهدف سياسي، قلت له اه كان عايز يوحد البلاد. اقتصادي؟ لا. اجتماعي؟ الراجل ما كانش بيوفر رصين في الحلال. دينيه برضه؟ لا. يبقى هنا الاسباب اسباب سياسيه. يبقى بناء من في الاسباب سياسيه. الراجل وحد البلاد لاسباب سياسيه، جوز حد من الشمال وفي مصاهره وازدواج القاب لاسباب سياسيه، يبقى الهدف هو هدف سياسي. السؤال اللي بعده بيقول لي تم اختيار مدينه اسيتاوي عاصمه لمصر، تحقيق اهدافي. اسيتاوي كانت موجوده امتى؟ قلت له كانت موجوده في عصر الدوله الوسطى، في عصر الملك ابن محيط الاول. لازم اطلع السؤال الاول، اي عاصمه في مصر بيكون ليها اهداف سياسيه؟ حلو. طب ومع السياسيه؟ مدينة أسيتاوية كانت بتخدم أهداف الزراعة، يبقى هنا سياسية، لأن الزراعة جزء من الاقتصاد، يبقى سياسية واقتصادية، يبقى أول واحدة تنفع. طيب هل مدينة كان ليها عسكرية؟ قلت له لا. اجتماعية؟ لا برضه. دينية؟ قلت له لا. يبقى هنا المدينة كان ليها أهمية سياسية واقتصادية، هي مدينة أسيتاوية في عصر الدولة الوسطى، عصر الملك ابن محيط الأول. سطر المصريين القدماء حضارة عظيمة بأفكارهم، بأفكارهم ها؟ ما اعتمدوش على حد، الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس بيمثل عنصر اسمه عنصر الأصالة. استمرارية ملهاش علاقة ولا التدين ولا التقدم. يبقى اعتماد الشخص على نفسه أو اعتماد المصريين على أنفسهم في بناء حضارتهم، ده بيدل على الأصالة. يتشابه الملك نهرمر مينا وابن محيط الأول. بناء عاصمة جديدة، قلت له نهرمر بنى مدينة منف، ابن محيط الأول بنى مدينة لسه قايل لي أسيتاوي أو أسيتاوي.
يبقى الاثنين بناصمه. بناجيش قوي ما اتكلمتش هنا ان هو بناجيش. تحقيق نهر زراعيه الملك نعمر مينا ما حققش نهر زراعيه. توحيد البلاد اللي وحد البلاد نعمر مينا فقط لا غير. يبقى هنا الاثنين مشتركين مع بعض في بناء عاصمه جديده. هنا الراجل بنى مدينه منف وهنا الراجل بنى مدينه اسيتاوي او اسيتاوي. اقرب الملوك الفراعنه في سياسته الداخليه للملك نعمر. عايز حد عمل حاجه في مصر داخليا زي الملك نعمر. ابن مهات الاول بنى عاصمه ما لهاش علاقه. تحتمس حارب، لا نعمر ما حاربش. ابن تحتمس الرابع الراجل كان بتاع دين. من تحتمس الثاني قلت له عاد توحيد البلاد ونعمر مينا وحد البلاد. يبقى كلاهما وحد البلاد. كلاهما وحد ليه البلاد؟ كلاهما اتخذ عاصمه جديده. طب مستر ابن مهات خد عاصمه جديده. هنا راجل مشترك معاه في حاجتين، نعمر مينا وحد البلاد وعمل عاصمه، من تحتمس الثاني وحد البلاد او اعاد توحيد البلاد وبرده عمل عاصمه. يبقى هنا بيتشابه مع الملك نعمر مينا الملك من تحتمس الثاني. قامت صناعه نقط في مصر القديمه على نبات الكتان. الكتان ده ملابس وما كانش عندي قطن قلت. يبقى هنا زيوت لا، ورق لا، نسيج ما هو النسيج هو الملابس، الجلود لا. يبقى هنا قامت صناعه النسيج في مصر الفرعونيه على نبات الكتان. من المصادر الاساسيه للغذاء عند الطبقات الفقيره قلت ان المصري القديم كان بيصطاد الاسماك. ليه؟ قال لي هنا كانت وسيله لكسب العيش عشان ياكل ولاده، اصل الراجل كان فقير. يبقى هنا كان بيعتمد على الاسماك، ما بيعتمدش على ابل ولا اغنام ولا بقر، كان بيعتمد على الاسماك. ليه؟ وسيله لكسب العيش عند المصريين القدماء من الطبقه الفقيره. ساهمت الحكومة المركزية في تحقيق نهضة زراعية في مصر خاصة. سؤال حفظ ما فيهوش أي حاجة. في الدولة الوسطى أنا اهتميت بالنهضة الزراعية، طب اديني دليل. أسيتاوي كانت في عصر الدولة الوسطى اللي عملت بيها نهضة زراعية. سد اللاهون كان في عصر الدولة الوسطى اللي زرعت على أساسه 27,000 فدان. فين يا مستر؟ في الفيوم عند السد اللي اسمه سد يا مستر اللاهون. يبقى هنا الحكومة المركزية ساهمت ان هي تعمل نهضة زراعية خاصة في عصر الدولة الوسطى. استخدم المصريين القدماء مواد خام متعددة في صناعة الابواب. الباب من خشب، الورق من نبات البردي، التوابيت قلت له التوابيت ممكن تكون من الاخشاب، ممكن تكون من معادن زي تمثال او تابوت الملك توت عنخ امون اللي كان مصنوع من الذهب. كمان التوابيت ممكن تكون مصنوعة من الاحجار، يبقى اكتر من ماده. الاساس خشب. يبقى هنا الحاجه الوحيده اللي تنفع هي التوابيت. التابوت اتصنع من خشب، اتصنع من معادن، اتصنع من الاحجار. يبقى الماده الخام المتعدده اللي ينفع يتصنع منها اكتر من حاجه التوابيت. التوابيت تصنع من خشب، تصنع من معادن، تصنع من الاحجار. وصلت المنتجات القديمه لبعض مناطق اوروبا منذ عصر. اوروبا خدت يا مستر، بس خدت يا في الدوله الحديثه ان المنتجات المصريه وصلت الى البحر المتوسط. ما هو البحر المتوسط يا بيه هو اللي بيوصلني باوروبا. لما بتكلم هنا على البحر المتوسط، ادي البحر المتوسط اهو يوصلني بقاره اوروبا. يبقى هنا حرست طفره وبدانا ان احنا نبيع ونشتري مع دول اوروبا مع البحر المتوسط. كل الكلام ده مستر في عصر الدوله الحديثه. حاليا اختياري بنحل مقالي عشان لما يجي لحضرتك اسئله مقالي ما تدعيش عليا. يبقى انا بجيب لك اختياري، كمان بجيب لك مقالي، انت متعود علينا خلاص من مراجعه اكتوبر وملتزم معانا ان احنا بنحل الاختياري، وبعد كده بنجيب لك اسئله مقالي. بيقول لي من خلال النص المقابل اهم ما يتميز به جنود الجيش المصري في مصر الفرعونيه. بيقول لي يا عبد الروني قائد الجيش المصري في عهد بيبي الاول عن تعامل المصريين او تعامل الجيش مع المدنيين. لم يشاجر احد منهم، ما دخلش معاهم في معركه. ولم ياكل خبز اي مدينه، ولم يستولي على احد منهم او يستولي على عنزة اي شخص منهم. الجيش المصري جيش متحضر منذ اقدم العصور، لا يتشاجر مع احد من المدنيين. يعني الجيش بيحارب جيش لا ليه علاقة بالاطفال ولا علاقة بالنساء ولا ليه علاقة باي حاجة. زي ما بيحصل دلوقتي، قال لي لا مش زي ما بيحصل. اللي بيحصل دلوقتي ان الشعب الفلسطيني بينتهك حرمته. يعني ايه؟ اطفال مباح، نساء مباح، كبار صغار مفيش. هنا هل الجيش العدو بيتعامل مع الفلسطينيين بتحضر؟ لا يمت للتحضر بصله. يعني اليهود او الاسرائيليين هل بيتعاملوا مع الفلسطينيين بتحضر؟ مفيش اي تحضر.
هما بيستبيحوا اي حاجه، مستشفيات مفيش مشكله، مساجد كنائس ما عنديش اي مشكله. الجيش المصري منذ اقدم العصور يتعامل بتحضر. طب اديني مثال كده. قال لي تميز جنود الجيش المصري بالتحضر مع المدنيين والمنشات المدنيه مدركا ان قوته العسكريه ليست في عسكرياته بل في سلوكه. حضرتك مش هنقول عليك جامد جدا عشان انت جامد عسكريا، حضرتك ممكن تكون سلوكياتك دي او نقول عليك شخص كويس في سلوكياتك وليس عسكرياته فقط. يعني الموضوع مش بالقوة والموضوع مش بالسلاح. الجيش المصري اثبت في فلسطين لما راح مع ويني ان هو بيتعامل مع المدنيين بتحضر، وده اللي بيظهر في نص القائد ويني. استنتج اسباب اختيار اسوان لتكون مركز للتبادل التجاري في مصر الفرعونية. ايه اسباب اختيار اسوان؟ قال لي ما اسوان دي اخر مدينة في مصر وبعد كده ببدا انها تتجه للنوبة. بسبب موقعها الجغرافي القريب من شمال السودان اللي هي منطقة النوبة، فهي مدخل افريقيا. يعني لما اجي انزل من تحت هنا فلاقي ان الاقصر واسوان في اخر مدينة عندي هنا هي مدينة اسوان اللي هتبدا ان هي تكون المدخل والمخرج لمصر الى بلاد النوبة. استنتج عوامل تطور البحرية المصرية في عصر الدولة الحديثة. احنا كنا بنسمي البحرية في عصر الدولة الحديثة العصر الذهبي للبحرية. ايه اللي حصل في عصر الدولة الحديثة؟ قال لي ان احنا كنا بنأمن حدود مصر الشمالية من خطر بيسمى خطر شعوب البحر المتوسط. يبقى أمنت حدود الشمالية من خطر شعوب اسمها شعوب البحر المتوسط. امتى؟ على يد الملك رمسيس الثالث. الرغبة في التوسع بالتجارة الخارجية مع دول افريقيا وجزر البحر المتوسط، لازم يكون عندنا اسطول عشان نبدأ ان احنا نأمن بيه الجزر او المدخل الجنوبي لمصر من ناحية النوبة، وكمان نبيع ونشتري مع جزر البحر المتوسط خاصة في عصر الدولة الحديثة. يبقى الاسطول كان مهم، كان مهم جدا. دليل تاريخيا على صحة العبارة، اثبت لي ان العبارة صح. كانت الدولة الحديثة في مصر الفرعونية دور في تعزيز التواصل مع بعض دول غرب اسيا. هو مين عمل كده؟ تحتمس. ما هو دول غرب اسيا اللي عمل معاهم علاقات اجتماعية ورابط ثقافية هو الملك تحتمس الثالث بعد ما دخل معاهم في معركة. قام الملك تحتمس بعد انتصاره في معركة مجدو بإنشاء روابط اجتماعية ورابط ثقافية مع بلاد آسيا. الراجل انتصر عليهم قال لي بعد خروج أمراء آسيا عن طاعة فرعون مصر، فرأى الملك تحتمس الثالث خطورة ذلك على حدود الشمالية الشرقية. فالراجل بدأ ان هو يروح وينتصر عليهم في معركة مجدو وبعد كده يعمل معاهم روابط اجتماعية وروابط ثقافية، وبكده يكون الراجل انتصر وحقق كمان علاقات وترابط مع دول غرب آسيا. ده كان اخر سؤال معايا في مراجعة نوفمبر. اتمنى من ربنا ان انا اكون قدرت افيدك وصل لك اكبر قدر من المعلومات، بسط لك الموضوع في اسهل صورة. متسمعنيش على اكس 2 ومتسمعنيش على اكس 1.5، اسمعني بطبيعي كده وخلي عندك ضمير وحاول انك تلم الموضوع كله في اسئلة. ما تحلش السؤال لمجرد انك بتختار الاجابة وخلاص، لا، حلل السؤال زي ما بتعمل بالظبط في الرياضة. حلل السؤال كده وابدأ اطلع ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، هتوصل للاجابة في اسهل صورة. اشوفكم في فيديو جديد. كنت معاكم مستر احمد حمدي استاذ التاريخ منصة هنذاكر اونلاين.